ومعانا مخرج عرض ليه ما اعرفش الاستاذ وليد عصام. اهلا بحضرتك معانا على ميديا ولدي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ وليد. عايزين حضرتك تكلمنا عن فكره عرض الليله. فكره عرض الليله بتطرح فكره يعني ممكن نكون تايهين عنها وغايبين عنها كلنا. الفكره اللي انا بطرحها ممكن تبقى مستفسره في حته ثروه الحضارات. ثروتنا احنا فين؟ ثروه الحضارات في عقلها، في ان احنا عقلنا ازاي احنا ما نفقدش عقلنا. العقل ده هو المفكر، هو المدبر، هو اللي بيخلي الانسان يقدر يتغلب على كل صعوبات الحياه اللي بتخلينا نتقدم ونقدر نقدم لمجتمعنا شيء جيد. اذا كان من علم، اذا كان من ثقافه، اذا كان من شيء علمي، اذا كان من شيء ديني. ده مجتمعنا ليه جوانب كتير. اذا كانت جوانب دينيه، اذا كانت جوانب علميه، اذا كانت جوانب اجتماعيه، لازم ان الافراد تكون افراد سويه. ازاي دوت احنا ما نخليش حد يقدر يسيطر علينا في ده. ساره ابراهيم، دوري المفروض هي المراه الوحيده، امراه جميله جدا، امراه سريه جدا ومثيره في نفس الوقت وذكيه جدا. طبعا بتستدرك شاب من الشارع، بتوعده زي ما قلت لك بكل يعني باحتياجات اي شاب بيحتاجها في الوقت الحالي، من ماكل ومشرب ومسكن وجنس وكل دوت. طبعا ده ما بيحصلش، طبعا ده كله مسرح استفهام. يعني بتظهر له تاني في صوره امراه ارستقراطيه جدا، بتقول له ان هي اخته وليها كذا دخله يعني وكده. مؤمن عيد، ممثل شاب. احنا بنعمل عرض بيواكب الاحداث. احنا مهمتنا كفنانين وكصور اولا واخيرا ان احنا نواكب اللي بيحصل في مصر النهارده. عرضنا بيتكلم عن القيود اللي بتتعمل على عقل الانسان علشان ما يعرفش ايه اللي حواليه، ما يفهمش ايه اللي بيحصل. زي اللي بيحصل دلوقتي، احنا مش عارفين ايه السبب ورا الاحداث اللي بتحصل. الضحايا اللي بتقع دي مين اللي وراها؟ دايما في طرف ثالث، دايما في لهو خفي، دايما بننسب الاحداث لشخص مش موجود. ده اللي بيحصل مع الشاب اللي انا بقوم بدوره في العرض، ان هو بيخش بيت مليء بالالغاز، كل اللي موجودين فيه بيمارسوا عليه الضغوط والالغاز علشان ما يفهمش حاجه، ما يفهمش ايه اللي حواليه. يا سلام، طول عمري وانا بحلم بليلة
تفتحيش الا مره واحده. افتح فين؟ افتح فين؟ باين عليك خيالي قوي. وانا ما عنديش غيره يا فندم. بس المهم بقى يا بطل انك تنتهز الليله دي. لا طبيعي. ده انا هنتهزها كويس قوي. مش هضيع منها ثانيه واحده. ده انا بقى هعمل عمليه ايه؟ يا واد يا جامد. استنى استنى، انت هتعمل ايه بس؟ هعمل ايه يا فندم عليك والله؟ طب مش هستنى لما نتعشى الاول؟ ايه ده؟ هنتعشى كمان؟ اه طبعا. الله اكبر. بس في سؤال خطر على بالك، ممكن اساله؟ اسال عادي، خد راحتك. يا ترى انا اول واحد يجي هنا ولا في حد جه قبل؟ اه السؤال ده بقى مش من حقك. انا اسف. اسمح لي بقى اقول لك ان الطريقه دي هتقلب الليله عقلمه. يا عقلمه؟ تقول عقلمه دي مش طالبه عقلمه خالص. ده بس من باب حب الاستطلاع. هو ده بقى اللي تعبنا في حياتنا. خلاص يا مدام نغير الموضوع. يا سلام يا مدام، بنتي جميل فعلا. انا عارفه طبعا، شيك واسع وبابه كتير ويسامح حبايب قلبي. مين ده؟ لا انت اسئلتك كتبت قوي. يلا بقى بينا. فين ده؟ انت عامل ايه؟ عامل ايه بقى يا راجل؟ يلا. طب العشاء يا راجل. انا نفسي افهم انت ايه اللي زعلك؟ اللي زعلني؟ اسئلتك. ده سؤال عادي خالص، ما عرفناش اسامي بعض وقلنا مش مشكلة، بس الواحد على الأقل يفهم إيه اللي حواليه. ماشي، أنا هجاوبك على السؤال ده. أرجوك تعملي كده بسرعة. بس توعدني مفيش أسئلة تانية خالص. خالص. ماشي؟ ماشي. ده يا سيدي يبقى جوزي. هو والله العظيم، طب هو فين؟ فاشل أنت. الله يحرقه، الله يرحمه، أنا آسف. للأسف.
هجيب البدايه بعد اذنك. يا استاذ هنا 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 انت ماسك بقى فلوه. استنى يا ايه ده؟ ده ما تناديش معاك. ما جايبه لمين؟ هو في حد غير هنا؟ يمكن بيضحك؟ انا سمعت حد بيضحك. انا عايز امشي. هو انت هتقعد معانا؟ اه نعمل ايه؟ ما انا قلت لك من ليله محروقه. هقعد اعمل ايه؟ اقعد معانا يا اخي. يا عم انا اعرف
انا بره اشوفك. فهمت. خد بقى يا اخي وخرج من النبي. ايه يا عم انا اديتك فلوس مش عارف فلوس انا. مدرس. ما اقدرش اخرج يا ابني. يعني ايه ما تقدرش تخرجني انا محبوس هنا ولا ايه؟ طب انا هخرج امتى؟ Let's go.
كده هنعمل فيك ايه يا اخي؟ ليه خايف؟ تعرف بتاع الشركة امبارح؟ للدرجة دي؟
كان عندك بطاطساي عملتها بحته عيش حاف وكلتها صح؟ صح يا فندم صح. تحب تعرف انت لابس من تحت؟ ايوه. شفت بقى ان احنا عارفين كل حاجه؟ طيب اقفل السكه 3 ثواني وجاي. ما اقدرش يا فندم وحضرتك على التليفون. يا ابني اقفل يا ابني. ما اقدرش يا فندم. يوه اقفل يا ابني. طيب اهو بس هتيجي بلاغ البوليس ونعمل عرض انقطاع اعصاب يا راجل. اكيد البوليس. ها 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 ها. Ya Allah, 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 ya Allah,
حبيبتي ما انت عارفه حد معقوله لدرجه ان هو هيسيب الصوره دي؟ برضه هتقولي يا مساحه يا ست معرفك؟ والله ما اعرفها يا بيه، والله العظيم ما اعرفها. اخس عليك، انا كده تعبتك خالص. معقوله في حد في الدنيا ينسى اخته وحبيبته؟ تضحك يا اهبل، طلعت اخت. كل مجتمع، كل مجتمع.
حلو. هجيب حاجاتي على تاني اهو. رجاله تاني ليه؟ لازم انت وراك. مش طب ليه؟ ليه قلت ان اصحاب البيت دول ميتين معايا في الواقع عايشين؟ كلام مظبوط. صحيح ازاي؟ ما قلت لي كده قدام حد بالظبط. ما قلتش الكلام ده. ما قلتش ازاي؟ لا يبقى انت كاتب وراها امك. امك ايه؟ ما انت عملت لي في الكلام اهو. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. اقصد ان اصحاب البيت دول عايشين ومش ميتين. ها وبعدين؟ لا بعدين بقى يا حلو، ده اللي انا عايز اعرفه منك. انت ليه انكرت عليا ان انت صاحب البيت ده؟ انا مش صاحب البيت ده. ومن فين؟ مين صاحب البيت ده؟ مات من 5 سنين. لا حرام عليك، والله حرام، وحياتي اللي هتقول لك حرام. يا عزيزي هي دي الحقيقة. طب ليه انكرت على قدام حد بالظبط؟ ما حصلش. ما حصلش ازاي؟ لأن مفيش ضابط جه حصل. ها؟ ¡Dalo!
كلمة ممكن تغير بوي. الكلمة مات وهو لسه بيقول معرفش. ¡Suscríbete al canal!
ده شكلي انه معجب بيك. عندك كلام ده من حديد. بس عيبك الوحيد انك بتحنا بالمفاهيم. المجتمعات يا عزيزي ما بتبنيش بالبطولات. الكلام ده كان في بالك. تعرف ايه اللي تعمل؟ انك كنت عاوز تعرف كل حاجه ومحدش يعرف حاجه. عايز توصل لكل شيء. والناس تبقى زي ما هي. طب ايه الفكره؟ انك تتعب نفسك وتكافح والناس زي ما هي. الناس عقولهم في ايدي. فتحتها وحطيت جواها اللي انا عاوزه. وهو ده السر في انهم واقفين محل السر. يلا تقولوا اصبروا. صوت مين ده؟ جوزك؟ لا ده انت ستك.